خلونا نسأل حسام السعدي وهو مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي. أستاذ حسام صباح الخير. صباح الخير. أهلين أستاذ طارق. الله يعطيكم الصحة والعافية سيدي. أهلين يا رب. الله يسعد صباحك. أستاذ حسام، شو برنامج استدامة بلس بلس؟ شو الجديد؟ الله يعطيكم العافية. حياك الله يا سيدي. وبداية أشكر الإذاعة على الاهتمام بهذا البرنامج. أهلا وسهلا. وقبل الحديث عن برنامج استدامة بلس بلس، بداية الحديث أحب أن أنوه إلى أنه العمل ببرنامج استدامة الأساسي وأي برنامج منبثق عنه ينتهي العمل به مع نهاية شهر حزيران من العام الحالي 2022. تمام. حيث كانت هذه البرامج مخصصة لدعم الأجور للعاملين في المنشآت المتوقفة عن العمل والمنشآت الأكثر تضررا نتيجة لجائحة كورونا. تمام. بخصوص برنامج استدامة بلس بلس واللي سينطلق بعون الله تعالى أواخر الشهر الحالي، هو برنامج ممول من مملكتي النرويج وهولندا وبتنسيق وإشراف من منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي. ممتاز. سيستمر هذا البرنامج لمدة 18 شهرا وسيقوم البرنامج بتقديم الدعم للأفراد والعاملين المشمولين بهذا البرنامج على 3 دفعات متساوية بالنسبة للأفراد، ودعم الاشتراكات للمنشآت المشمولة بهذا البرنامج بشكل متناقص على مدى عمر المشروع. تمام، هذا كلام عام، بدنا التفاصيل. نعم. برنامج استدامة بلس بلس يهدف إلى توسعة الشمول أيضا بمظلة الضمان الاجتماعي ودعم الدخل والاشتراكات، وسيوفر حماية اجتماعية إلى ما يقارب 13,000 عامل أردني وغير أردني. تمام. استدامة بلس بلس يستهدف من خلاله المنشآت التالية أو القطاعات التالية. القطاع الزراعي وبالذات موجه إلى الحيازات الزراعية والمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التي يعمل بها أقل 10 عاملين فأقل. وأيضا قطاع السياحة مع التركيز في هذا القطاع على الأدلاء السياحيين، وقطاع النقل مع التركيز على سائقي التاكسي الأصفر. ممتاز. وأيضا يستهدف الأفراد العاملين لحسابهم الخاص. كيف يستهدفهم يعني بدنا نشركهم في الضمان ولا كيف؟ يعني شو بتستفيد من هذا البرنامج؟ الآن المنشآت حتى تكون مستفيدة من هذا البرنامج أن تكون أيضا من ضمن القطاعات زي ما حكينا، وأن تكون مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بتاريخ 1/6/2021 أو أي تاريخ يلي هذا التاريخ، وأيضا أن لا تكون هذه المنشآت قد استفادت من برنامج استدامة اللي حكينا عنه سينتهي في نهاية شهر 6/2022. تمام. أو البرامج المنتجة. يعني الشركات اللي بدها تسجل في الضمان الجديد مش رح تستفيد من هذا البرنامج إذا. نعم. ما كانت مسجلة، إذا كانت مسجلة بعد 1/6/1 حزيران. نعم صحيح. 2021. نعم صحيح. طب هاي الشركات شو بتستفيد؟ شو هو استدامة بلس؟ نعم. احكي لي الآن. المنشآت هذه كمنشآت خلينا نحكي المنشآت هاي رح تستفيد إنه في دعم رح يكون لا المنشآت أول 9 شهور. إحنا حكينا إن عمر البرنامج 18 شهر. تمام. أول 9 شهور من البرنامج طبعاً المنشآت راح تستفيد بحد أعلى لغاية 10 عاملين، لأنه قلنا إنه 10 عاملين. 10 عاملين فما دون. تمام. نعم. فأول 9 شهور من البرنامج سيكون هناك دعم بقيمة 50% بنسبة 50% من الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل والعامل، وبسقف 30 دينار طبعاً لكل عامل. تمام. وال9 أشهر الثانية رح يستفيد من هذا البرنامج المنشآت بدعم بنسبة 25% من الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل والعامل وبسقف 15 دينار. أي منشأة دون 10 عاملين شو مكان شغلها؟ شو مكان طبيعة؟ نعم عملها؟ ضمن القطاعات أستاذ طارق اللي حددناها في البداية اللي هي الأدلاء السياحيين والسائقين والقطاع الزراعي والمنشآت والسياحة وقطاع النقل والأفراد العاملين بحسابهم الخاص. هذا دعم الأفراد أيضا. هناك زي ما حكينا في دعم للأفراد للعاملين وفي دعم للمنشآت. دعم الأفراد رح يكون هناك 300 دينار تدفع على 3 شهور ودفعات متساوية في الشهر الأول من البرنامج، في الشهر 10 من البرنامج، وفي الشهر 15 من البرنامج، وسوف تكون مناصفة هذا الدعم ما بين صاحب العمل والعامل المسؤول بالبرنامج. كويس كويس كويس. طيب يعني ما سيبدأ تطبيق هذا البرنامج بنهاية حزيران حكينا إن شاء الله وبعون الله تعالى. يعني بنهاية الشهر سوف يكون هناك إطلاق لهذا البرنامج، وسوف يكون هناك إعلان قريبا جدا عن كل تفاصيل والتعليمات المتعلقة بالبرنامج، بما في ذلك أستاذ طارق الآلية اللي راح تتبعها المؤسسة في استقبال طلبات الاشتراك في برنامج استدامة بلس بلس. كل الاحترام والتقدير أستاذ حسام السعدي مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي في الضمان الاجتماعي، كل الاحترام وجهودكم مباركة. الله يعطيكم العافية سيدي، شكرا جزيلا. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج FM.
مزاج.